بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ازيكم يا سنة رابعة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير يا حبايبي. النهاردة ان شاء الله هنحل اسئلة الدرس الرابع في الوحدة الرابعة من كتاب بيت باي بيت. وقبل ما نبدأ يا حلوين ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. ونبدأ على طول بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال بيقول لي read the text again and complete the questions، يعني اقرأ النص مرة أخرى وأكمل الأسئلة. هنا بقى الجمل دي بتعتمد على حفظ كلمات الاستفهام، لازم تبقى عارفين كل كلمة استفهام معناها إيه وبتسأل عن إيه. أول سؤال جاوب عليه بمريم، يعني كده جاوب بفاعل عاقل، يبقى هنسأل بهو، هنقول هو lives in هرجادة، يعني من يعيش في مدينة الغردقة. مريم يبقى مريم زي ما قلنا في الدرس، يبقى كده جاوبنا على السؤال بفاعل عاقل. هو يعني من للسؤال عن الفعل العاقل. نمبر 2 بيقول لي وير از هرجاده، يعني اين تقع مدينه الغردقه، كده بنسال عن مكانها، يبقى اتس اون ذا ريد سي، على البحر الاحمر. لما بنسال وير بنجاوب بمكان. نمبر 3 داز مريم لايك ليفنج ان هرجاده، يعني هل مريم تحب المعيشه في مدينه الغردقه او الحياه في مدينه الغردقه؟ يس شي داز. ليه سالنا بداز؟ علشان جاوبنا بداز، الفعل المساعد اللي بنجاوب به بنسال بيه. نمبر 4 واتس ان سهل حشيش، ماذا يوجد في سهل حشيش؟ طبعا الاجابه بتقول سام بيوتيفول هاوسز، يعني بعض المنازل الجميله. طبعا هنا بنسال عن الاشياء الموجوده في سهل حشيش، يبقى نمبر 4 وات ما او ماذا للسؤال عن الاشياء. بعد كده بقول لي هاو داز مريم ميك هير تكست انترستنج، كيف جعلت مريم النص الخاص بها شيق؟ تشيك ان ذا ايتيمز شي يوزز، يعني بقول لي تاكد من الاشياء التي استخدمتها، يعني الحاجات اللي استخدمتها في القطعه هنعمل عليها ترو يعني صح. هو عمل معنا اول مثال a photo of her، يعني صورة ليها، طبعا في صورة ليها يبقى كده true. ايه تاني عندنا؟ photos برضو ذكرت صور وجابت صور تحت القطعة، هي دي الصور photos. طبعا هنا عندنا صورة مريم، يبقى كده عندنا صورة مريم وعندنا photos صور ذكرتها في مدينة الغردقة. وطبعا في أماب خريطة بتحدد فيها الأماكن، أماب، وفي interesting facts حقائق شيقة، interesting facts، يبقى كل الحاجات دي كده استخدمتها في الدرس بعد كده أو في النص الخاص بيها. بعد كده بقول لي read and discuss، يعني اقرأ وناقش. read and discuss يعني اقرأ وناقش. طبعا جايب لي سؤالين ونجاوب عليهم. أول سؤال بقول لي how many paragraphs does مريم write، كم عدد الباراجرافات أو الفقرات الإنشائية التي تكتبها مريم؟ 2 paragraphs 2. السؤال نمبر 2 why does مريم use bold text، لماذا استخدمت مريم نص مظلل؟ هنقول to talk about important information، لكي تتحدث عن معلومات هامة. important information يعني معلومات عامة. نشوف الصفحة اللي بعد كده. بعد كده بقول لي read Alex article about Brighton and complete the table. read Alex's article about Brighton and complete the table، يعني اقرأ مقال Alex عن Brighton ثم أكمل الجدول. زي ما مريم اتكلمت عن نفسها في مقال ليها، برضو عندنا هنا واحد اسمه Alex عايش في مدينة Brighton برضو بيتكلم عن نفسه في مقال. هنشوف بقى بقول ايه. اول حاجه هنقرا النص ونترجمه وبعد كده نحل الاسئله. بقول برايتون ماي تاون، برايتون ماي تاون يعني برايتون مدينتي. بقول هاي اي ام اليكس، يعني مرحبا انا اليكس. اي ليف ان ا سيتي، انا اعيش في مدينه كولد برايتون تسمى برايتون. ات از ان ذا ساوث اوف انجلاند، يعني تقع في جنوب انجلترا. تبقى مدينة برايتون تقع في جنوب انجلترا، هي موجودة في انجلاند يعني في انجلترا. فين بالظبط بقى؟ في جنوب انجلاند، في جنوب انجلترا. بعد كده it's a small city،
هي مدينة صغيرة and about 200,000 people يعني حوالي 200,000 شخص live here يعيشوا هنا. here يعني بتعود على برايتون، مدينة برايتون. يبقى كده فيها 200,000 شخص، حوالي 200,000 شخص بيعيشوا في مدينة برايتون. بقول إن برايتون، في مدينة برايتون there is a beach يعني يوجد شاطئ and there are lots of cool stores and restaurants ويوجد الكثير من المطاعم والمتاجر الرائعة. lots of tourists يعني الكثير من السياح come to my town يأتوا إلى مدينتي to go to the beach لكي يذهبوا إلى الشاطئ. we also يعني نحن أيضا، كلمة also بمعنى أيضا علشان نضيف كلام لما سبق. we also نحن أيضا have Brighton Pier يعني لدينا أو نمتلك رصيف برايتون البحري أو عندنا رصيف برايتون البحري. موجود فين؟ في مدينة برايتون. there are many games and rides for children here يعني يوجد العديد من ألعاب الملاهي للأطفال هنا. here يعني هنا في برايتون. we also نحن أيضا have a very unusual house in Brighton يعني نحن أيضا لدينا أو نملك منزل غير مألوف أو على غير المعتاد in Brighton في مدينة برايتون. طيب البيت ده بقول عليه the upside down house، المنزل المقلوب في برايتون. the upside down house زي ما شفنا صورته كده واحنا بناخد الكلمات، هو كده منزل جاي بالمقلوب. يبقى the upside down house يعني المنزل المقلوب في برايتون. it's great fun انه يكون ممتع جدا. هنكمل بقى الجدول بناء على الدرس اللي قلناه او المقال الخاص بأليكس اللي قريناه وترجمناه. هنكمل الجدول. اول سؤال بيقول لي where is it، طبعا هو قال لي تاون المدينة برايتون، جاوب عليها. بعد كده where is it يعني اين يقع او اين تقع مدينة برايتون. هنقول احنا طبعا بنستخرج الاجابات من القطعة. it is in the south of England في جنوب انجلترا. السؤال بعد كده how many people live there، كم عدد الناس اللي بتعيش هناك. هنقول about 200,000 people live here، حوالي 200,000 شخص بيعيشوا في برايتون. بعد كده interesting things in Brighton، الأشياء الشيقة أو الممتعة اللي موجودة في مدينة برايتون. هنقول many games and rides، العريض يعني من ألعاب الملاهي. the upside down، المنزل المقلوب. a beach، شاطئ. cool stores and restaurants، ومطاعم ومتاجر رائعة. بقى دي كده الأشياء الشيقة الموجودة في مدينة برايتون. many games and rides، العديد من ألعاب الملاهي. the upside down house، المنزل المقلوب. a beach، شاطئ. cool stores and restaurants. cool بمعنى رائع، كلمة cool صفة بمعنى رائع. لما نقول cool stores and restaurants يعني المطاعم والمتاجر الرائعة. طبعا كل الأشياء دي موجودة فين؟ في مدينة برايتون. وبكده يا حبيبي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.